السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل انت مثلا مطلوب منك تعمل ريندر وفي عندك هنا عمود انشائي. تعال ندخل هنا لاستراكشر واقول له كولوم واقول له لود فاملي. لازم عشان تحمل انشائي تختار استراكشر كولوم، متختارش كولوم، لان الكولوم ده بس كده يبقى ده تتكلم في الميموري. اهو مثلا عمود الريكتانجل دوت اهوت تمام، واقول له طبعا هاي، واقول له ده لحد مثلا ليفل 2، وابدا احط العمود مثلا هنا مثلا تمام. فانت عندك الجزء دوت هيطلع بخرسانة، يعني تخيل ده كله ده معمول دهان وده معمول خرسانة. طيب حل الموضوع ده ايه؟ في حلين للموضوع دوت مش حل واحد. الحل الاولاني ان انت تحط عمود معماري اكبر سنه بسيطه بقيمه الدهان تمام. يعني العمود دوت مقدار كام؟ 300 في 450، تروح حتى 310 في 470 عمود معماري بالدهان اللي موجود بره. لان الانشائي لما بدخل هنا في ايدي الطيب ما بلاقيش موضوع ان انا اظبط له الماتيريال بتاعه. انما لو انا عندي عمود معماري انا بقى هحمل الكولوم اهوت تمام، هبدأ اشوف نفس المقاس اللي هنا بس اكبر سنة صغيرة تمام. ده 300 في 450، يبقى 320 في 470 مثلا. الماتيريال تقدر تحط الماتيريال انت عايز. طب احط انا ماتيريال، احط نفس الماتيريال دي تاجي هنا. شوف هو انا مستخدم ايه في الفينش، وهاجي هنا في ديت واقول له حط لي نفس الماتيريال تمام. اروح دايس مسافة عشان تيجي معايا بالشكل دوت، وبعد كده هقول له الاين من النص للنص ومن هنا من النص للنص بس كده. كده لما تيجي تعمل الرندر هيبقى عارف ان دي الماتيريال ديت، ويبدا يشوفها زي ما انت عايز. يعني لو خدت كاميرا ولا خدت سيكشن اهو الماتيريال مكمل معايا تمام. هل انا بحب الاسلوب دوت؟ لا انا ما بحبش الاسلوب دوت، لان هيعمل له مشكله في الحصر ويجيب لي ان في اعمده تمام. طيب ايه الحل؟ الحل بقى ان انا هاجي العمود المعماري دوت، وبعد كده هقول له ارسم الحيطه، الحيطه فيها الفينش اللي بره دوت. اقول له انا عايز ارسم الحيطه ديت دوبليكيت، دي اسميها فينش اوكي. واجي هنا اقول له انا عايز الفينش ومش عايز الباقي ده خالص تمام. ممكن تلغي الاستراكشر دوت، تلغي دوت، تلغي دوت تمام، يعني الغي ده كله. الاستراكشر 20 ممكن نخليها ايوه بالشكل ده، هتبقى حيطة رفيعة خالص تمام. الجزء دوت اللي هو الاستراكشر هو ده اللي موجود بره، وده ساعات بنحطه في الدهان. فممكن تلغي، خليني بقى اقول له انا عايز ارسم حيطة كريت سيميلر. ممكن الحيطة بتاعتنا اللي هي الفينش ديت اهي، وتبدأ ترسمها بالشكل دوت. مع ملاحظة ان الدهان هو اللي هيبقى بره من هنا لهنا، ونفس الكلام هنا. ده يبقى الفينش مكمل معايا بالشكل ده. لو انت عايز الفينش والاستراكشر دي شايف انها غلط، مفيش مشكلة، تعال هنا في الإيديت تمام، هتنزل الفينش دي هنا وتلغي الاستراكشر، وهتلاقي دي هي الطبقة الوحيدة الموجودة، وممكن دي تمشي ان ده الدهان حسب المشروع بتاعك الحقيقي هيبقى عامل ازاي. بعد كده هقول له الاين، واحد في الجزء اللي اتلغى دوت اهو من هنا لهنا ومن هنا لهنا، فهتلاقي ان الدهان بتاعك ماشي بالشكل دوت.